شو هي نصائح الفلك لمواليد العذراء بالأسبوع الأول من شهر أيار مايو 2024؟ عزيزي مولود العذراء، مطلوب منك التنظيم وعدم البعثرة ببداية هالشهر والدفاع عن بعض القناعات بكل شفافية وكل مثابرة. أنت بتميل إلى جديد أو بيطرأ جديد بحياتك بين الأربعاء والخميس، وهالشي بالمجال المهني، وربما في شيء مبتكر جدا، أساليب مبتكرة جدا بهذا المجال وغير مألوفة عندك. يمكن تضطر تتدرب على تكنولوجيا جديدة مثلا، أو على حرفة، أو على طريقة عمل، أو على معرفة. بتواجه نزاعات محتملة بين الجمعة والسبت مع أحد المسؤولين أو إحدى المراجع أو مع شريك لك، يمكن بيزعجك أو بتصرفه أو بأدائه. بتتحمس لتاخد قرار أو إعلان نيتك بين الأحد والتنين، الأحد خمسة والتنين ستة. ليش؟ لأنه ميركور بيلتقي مع القمر ببرج الحمل. بس أنت مضطر على احترام تعهداتك السابقة، هالشي بخليك تعيد النظر أو تتردد قدام هالقرار يلي يمكن لازم تاخده. تنكب على عمل جديد بيريحك أكتر من العمل السابق. جوبيتر بعده عم بيحميك خاصة بالمجال المهني. يوم الثلاثة سبعة بآخر الأسبوع تهدى الأحوال ومنشوف أنه بتطل على وقت أفضل. خبرك عنه بالأسبوع الجاي.